والمخصص للقعدان. المفاريد والمسافة الحاضرة والمقررة من اللجنة المنظمة هي 1500 متر. إذن مباشرة مشاهدينا متابعينا الكرام، هكذا أعلنت انطلاقة الشوط العاشر المخصص للقعدان. مباشرة نسير مع البداية وصدارة الشوط مع المركز الأول مع مختار جار الله بن علي بن بخيت البريدي المري، من يقدم لنا هذا الاسم وهذا الحضور المتميز. بينما المركز الثاني وقاد علي بن شفيع بن علي الفهيدة المري. المركز الثالث أرى الوصول والتقدم من اللي واصل في هذا الانطلاق الرائع والجميل. يا سلام، إذن اللي واصل مشاهدينا متابعينا الكرام واصل منوان محمد بن عبد الملك بن محمد العبد الملك. بينما المركز الرابع أرى الوصول والتقدم من اللي واصل مع المركز الرابع. يا سلام، الوصول والتقدم هنا من رمز عمر بن حمد بن جابر البريدي المري. يا سلام على هذه الأسماء وهذه الشعارات الحاضرة في هذا المسار الجميل والمسار المتميز. تدخلات بين هذه الأسماء والشعارات الكبيرة الحاضرة في مسار هذا الشوط، ولكن أتابع الوصول أيضا من هملول فهد بن عميران بن بجاشة بن عايض الفهيدة المري حاضرا بهذا الانطلاق، ولكن من ميمنة الميدان الوصول من الناموس مشعل بن حمد بن جابر بن علي العذبي. يا سلام، نعود مع البداية، نعود مع رمز عمر بن حمد بن جابر البريدي المري. راح البريدي مع المركز الأول مع صدارة الشوط. يا سلام، الله الله، دير بالك من بن عميران قادم مع المركز الثاني مع هملول فهد بن عميران بن بجاشة بن عايض الفهيدة. الله الله، مرحلة الإقلاع، مرحلة الإمتاع. يلا يا سلمان ركز مع البداية مع ناموس هذا الشوط، ولكن بن عميران قادم فهد بن عميران بشعاره المتميز مع المركز الثاني، ولكن البريدي راح مع الناموس مع الانتصار. سلام البريدي، سلام ومشكور يا سلمان على هذه المتابعة الممتازة، واسعد الله صباحك على هذا الفوز والانتصار. بينما المركز الثاني من وصل هملول فهد بن عميران بن بجاش بن عايض الفهيدة المري. بينما المركز الثالث من وصل مع المركز الثالث الناموس المشعل بن حمد بن جابر بن علي العذبي. بينما المركز الرابع كان هناك وقاد العلي بن شفيع بن علي الفهيدة المري. بينما المركز الخامس كان هناك مختار الجار الله بن علي بن بخيت البريدي المري. هكذا مشاهدينا متابعينا الكرام عشاقي ومحبين هذا العالم الساحر، عالم سباقات الهجن العربية الأصيلة، وعبر هذا النقل الحي والمباشر من قناة الريان الفضائية أيضا، والمخرجين المتميزين صراحة دائما وأبدا علي بن محمد أبو شارب ومحمد بن خزينة على هذا الإخراج، والمنتج عبد الله الخوار، مبدعين صراحة يعني مخرجين المتميزين والمنتجين وكافة طاقم قناة الريان الفضائية على هذه الجهود المبذولة لإظهار هذا السباق بأفضل صورة. إذا مشاهدينا متابعينا الكرام، هكذا كان حاضرا هذا الاسم العملاق والخطر رمز عمر بن حمد بن جابر البريدي المري، وتوقيت الزمن 2:12:56 جزء من الثانية. تهانينا والناموس ومشكور يا سلمان، وسعد الله صباحك على هذه المتابعة الممتازة. بينما المركز الثاني من وصل هملول وتوقيتها الزمني 2:13:23 جزء من الثانية، ومشكور يا بن عميران فهد بن عميران بن بجاش بن عايض الفهيدة على هذا الأداء المتميز مع المركز الثاني. بينما المركز الثالث من وصل مع المركز الثالث الناموس وتوقيتها الزمني 2:15:93 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لمالك الناموس مشعل بن حمد بن جابر بن علي العذبي على هذا الفوز وهذا الانتصار، وتهانينا والناموس لجميع الفائزين.